بسم الله الرحمن الرحيم، راح نتحدث الآن عن منهجية سكرام، وهي واحدة من أطر العمل التي تندرج تحت الأجايل. زي ما شفنا أنه في عندي أكثر من إطار عمل ممكن أني أستخدمه، واحدة منها وأشهرها هي سكرام. خلينا نتعرف عليها. راح نتعرف على مصطلح السكرام، راح نتعرف على آلية العمل في سكرام، راح نتعلم نشوف شوية مصطلحات بتهمنا في السكرام، راح نشوف بعد كده الوظائف الثلاثة الأساسية في سكرام، بعدين راح نشوف أهم الفعاليات في منهجية سكرام وأهم الاجتماعات ومزايا ومبادئ سكرام. راح نتعرف على أشياء. أول حاجة، كلمة سكرام من وين إجت؟ كلمة سكرام جاية من لعبة الرجبي، هو التشكيل اللي بيقوم فيه الفريق في حال حدوث خطأ. يعني هذا الشكل شايفينه هيك، لما يعمل الفريق بالشكل هذا أو لما يكون في خطأ بصير الفريقين كل واحد منهم بيعمل سكرام، هذا سكرام وهذا سكرام. فليش استخدم كلمة سكرام؟ كلمة سكرام استخدمت للدلالة على انه الفريق بيعمل كوحدة واحدة، زي ما انتم شايفين هاي كلهم كأنهم وحدة واحدة من اجل تحقيق هدف معين. اذا هي من اشهر اطارات العمل التي تندرج تحت منهجية الاجايل، تأسست في 2009 تحت يد واحد من المهندسين ال17 اللي اسسوا الاجايل، وهي متفرعة من منهجية الاجايل، يعني ممكن نعتبرها هيك، وهي احد المنهجيات المستخدمة في انشاء المشاريع التقنية وتستخدم في حالة عدم وضوح الفكرة من الزبون. منهجية سكرام هي المنهجية الأكثر شيوعاً لتطوير المنتجات التقنية، وهي تركز على الأشخاص بينما المنهجيات الأخرى بتركز على العمليات. كيف بتقدم العمل في سكرام؟ بتقدم عبر سلسلة من التكرارات، سبرينتس بنسميها أو السباقات. كلمة سبرينت برضو جاية مصطلح رياضي. مدة السبرينت الواحد ما بين أسبوعين إلى 4 أسابيع، بعدين بنحصل على إصدار من النظام. فريق سكرام النموذجي مكون ما بين 5 إلى 9 أشخاص، ما في لهم أي دور محدد، إنما هم كلهم ضمن فريق العمل. متى تستخدم سكرام؟ إمتى أستخدم سكرام فريم وير؟ مش دايماً بستخدمها، إنما تستخدم في نطاق ريادة الأعمال والمشاريع الإبداعية ومشاريع البحث العلمي، حيث لا يمكنك توقع النتائج. لكن لو كانت المتطلبات واضحة ومحددة ودقيقة، أنا بتوجه مباشرة للأنظمة التقليدية، واحد من الأنظمة التقليدية، لأنه فيها documentation وأوضح. لكن هنا أنا بس بلجأ لهذه الطريقة فقط في حالة عدم وضوح إيش الفكر أو عدم توقع النتائج. في عندي مجموعة من المصطلحات المهمة في منهجية سكرام، رح نرجع لها برضو هذه المصطلحات. أول حاجة، قائمة أعمال المنتج أو بسموها البرودكت باكلوج، ممكن نعتبرها هي مجموعة الخصائص التي يجب تطويرها في المنتج. في عندي مصطلح تو تعرفنا عليه اللي هو السبرنت أو السباق أو الدورة، كلها مصطلحات واحدة، هي عبارة عن الدورة التي يتم فيها تطوير جزء من المنتج. نأخذ جزء من المنتج، هنجيت هنتعرف على هذا المصطلح وبنطور هذه الخصائص داخل السبرنت. مدة السبرنت الواحدة ما بين أسبوع أسبوعين لعند 4 أسابيع، وهي الوحدة الأساسية للتطوير في سكرام. السبرنت لازم يكون لها هدف حدد وواضح، هنتعرف كيف نحدد هذا الهدف. في حاجة اسمها قائمة أعمال الدورة أو قائمة أعمال السباق، بالإنجليزي sprint مش sprint، هذه خطأ مطبعي، sprint backlog، هي قائمة السبرنت زي ما احنا شايفين، اللي هي مجموعة من قائمة المنتج. أنا باخذ مجموعة اللي هي مجموعة الخصائص المهمة والضرورية في الأول، وبروح بشغلها في السبرنت، ببرمجها في داخل السبرنت، وبطلع المنتج اللي هو بعد كل دورة. بعد كل دورة لازم يطلع عندي جزء من المنتج، بعدين بتيجي الدورة اللي بعدها بتطلع جزء ثاني، وهكذا حتى تنتهي قائمة المنتج كاملة. في عندي حاجة اسمها بيرن داون تشارتس، هو عبارة عن خريطة توضح معدل الإنجاز بعد كل دورة. وفي عندي اليوزر ستوريز، راح نشوف كيف نكتب اليوزر ستوريز هذه او المتطلبات او المواصفات اللي طلبها الزبون بالمشروع، يعني بالعربي قائمه المنتج. هاي السكرام سايكل، في عندي عده رسومات بتشرح السكرام سايكل، في رسومات عامه، في رسومات تفصيليه. هنا في هذه الرسمه هنا هاي نقطه البدايه عندي، بيبقى مع الزبون بيبقى معاه فكره هذه لازم تتحول لبرودكت باك لوج، هيها اللي هي مجموعه من الخصائص، كل خصائص مطلوبة من النظام أو المتطلبات تبقى مكتوبة على شكل يوزر ستوريز. هنشوف كيف نكتبها. بعد كده بنعمل اجتماع بنحدد فيه مجموعة من هذه الخصائص عشان ندخلها الدورة الجاية، بنسمي هذا الاجتماع اجتماع التخطيط للدورة أو سبرنت بلانينج، بنحضر حالنا للسبرنت الجاية أو للسباق الجاي، ناخذ مجموعة من هذه الخصائص وبنتفق عليها. أوكي نتفق عليها. مخرج الاجتماع هذا راح يكون عندي مجموعة من السبرنت باكلوج سدهم. إذا الفكرة مجموعة الخصائص، بنجتمع وبنحدد مجموعة مهام ومجموعة خصائص عشان ندخلها السبرنت، نطلع فيها، هذا هي الخصائص. بندخل السبرنت، السبرنت فيه خطوات راح نتعرف عليها، عبارة عن
تصميم، برمجة، اختبار، بناخذ رأي الزبون، يعني بكون في داخل الدورة هذه مدتها ما بين أسبوع إلى شهر تقريبا، بكون كل العمليات فيها. كل يوم عمل طبعا، كل 24 ساعة يعني، بنعمل حاجة اسمها ديلي سكرام، اللي هو لقاء يومي بيتم تحديد ما تم إنجازه في خلال هذا اليوم، إيش المشاكل اللي تم مواجهتها، مدته ربع ساعة فقط الاجتماع اليومي. وبعد انتهاء الدورة بنطلع بمنتج، بعد شهر يعني بيطلع بجزء من المنتج. بعد هيك بنرجع مرة ثانية على ستارت، بناخذ مجموعة ثانية من الخصائص وبندخلها الدورة هذه وبنعاود نطلع جزء من المنتج وهكذا. ومن الرسمة هذه أيضا مبين عندي إنه في عندي سكرام ماستر اللي هو الشخص المسؤول عن السكرام، في عندي البرودكت أونر زبون، وفي عندي الديفلوبمنت تيم. هدول الأعضاء الثلاثة أو هدول الوظائف الثلاثة رح نتعرف عليهم الآن. إذا الوظائف الثلاثة الأساسية في منهجية سكرام، عندي ثلاث وظائف أساسية. أول وظيفة اسمها سكرام ماستر، الوظيفة الثانية اسمها برودكت أونر أو مالك المنتج، والوظيفة الثالثة اللي هي الديفلوبمنت تيم أو فريق التطوير. إيش علاقتهم ببعض؟ تعال نشوف. أول شيء الرسمة بتوضح لك إنه داخل المستطيل هذا أو داخل المربع هذا هو فريق سكرام بنسميه. هدول اللي برا ما لهمش علاقة بعملية التطوير، إنما هذا هو البزنس أونر، هو صاحب البزنس، صاحب الشركة مثلا، صاحب الفكرة الأساسية. ممكن يكون هو نفسه البرودكت أونر، هو يكون موجود هنا ضمن السكرام تيم إذا عنده وقت، إذا ما عنده وقت ممكن يحط واحد تاني بديل عنه اللي هو بنسميه البرودكت أونر. وظيفته إنه هو يحدد الخصائص اللي يتم العمل عليها في كل دورة، وأيضا يراقب المنتج أثناء تطويره. هو بيأثر طبعا على الإند يوزرز والدومين إكسبرتس، هدول طبعا الناس اللي بدهم يستخدموا النظام في النهاية، فهو اما بيسالهم او بياثر عليهم بشكل او باخر، باخذ منهم وبعطي يعني. السكرام ماستر وظيفته يدير العمليه كلها هذه، عمليه الانتاج هذه كلها، ويكون هو وسيط ما بين البرودكت اونر وفريق التطوير، يعني هو وظيفته يربط الاثنين هذول مع بعض. فريق التطوير مكون من عده اشخاص، كل واحد منهم مش شرط يكون حامل منصب معين، انما هو مطور وخلص، لكن ممكن يكون تخصصه كواليتي اشورنس، في الكواليتي يعني، مطور، هذا مطور، هذا مطور، هذا ارتيكيت اللي هو يعني مصمم، هذا مثلا بزنس اناليسيز محلل. انما هذا الفريق هو فريق يعني يدار بشكل ذاتي ما بين بعض، هم ما بين بعض بقسموا الشغل، هم اللي بيشتغلوا الشغل بالاساس. السكراب ماستر تقدر تقول انه هو، ما بدي اقول كلمه مدير لانه ما في مدير عليهم، انما هو بينظم عملهم، بيدعمهم، بيعطيهم الثقه، هنشوف دوره الان. وهو برضه بيكون وسيط ما بينهم ما بين البرودكت اونر. اذا خبير السكرام او السكرام ماستر مسؤول عن تذليل العقبات للفريق وتسهيل اللقاءات الحاسمه، اللقاءات اللي بتتم اثناء العمل. اول مهمه من مهامه ازاله الحواجز بين فريق التطوير ومالك المنتج، بحيث انه يقوم مالك المنتج بمتابعة عملية التطوير بدون ما يأثر على فريق العمل، لانه دائما مالك المنتج صاحب الشغلة يعني لو اتدخل في شغل الشباب هيسبب لهم مشكلة وهيعمل لهم ضغط نفسي. المفترض انه السكراب ماستر او خبير سكروم هذا هو اللي يكون وسيط ما بينهم، هو اللي يفهم ويستوعب الزبون ويفهم طلباته وروح ينقلها بطريقته إلى الفريق التطوير. وظيفة ثانية من وظائفه تسهيل عملية الإبداع وتمكين فريق التطوير من الحصول على الوسائل اللازمة وتحسين إنتاجية الفريق بأي وسيلة ممكنة، يوفر لهم بيئة عمل، يوفر لهم أماكن للعصف الذهني، يقعد معاهم ويتفاهم مشاكلهم، يذلل العقبات اللي بيواجهوها. من ناحية عملية السكروم ماستر لازم يكون متدرب ويكون عنده دور إرشادي ودور تثقيفي، كذلك يساعد أصحاب المصلحة إنهم يشاركوا في العملية اللي هم يعني البيزنس أونرز، ويحافظ على الوعي المستمر لحالة المشروع، يعني إنه يكون مفهم البيزنس أونر والبرودكت أونر، يكون مفهمهم انه احنا بنشتغل، هاي في عنا شغل، هاي في عنا منتج، هاي في عنا الشغلات اللي انت طلبتها، لازم برضو يعطي الدعم والثقة لفريقه. ايضا يجب عليه حماية اعضاء الفريق من اي اضطراب او مقاطعة او مشاكل ما بينهم او ما بين الزبون. النهج العام يبقى له هو تشجيع، تسهيل قدرات صنع القرار وحل المشكلة. هو مش مبرمج، هو بالنهاية يعني ممكن يكون بيفهم في البرمجة وكل إشي، لكن دوره لازم يكون هو حلال مشاكل، هو وسيط ما بين التنين،
بيعمل على زيادة الكفاءة والإنتاجية بدون ما يكون في عنده تسلط، بدون ما يكون في عنده أي نوع من أنواع السلطة على أعضاء الفريق، إنما هو دوره دور إشرافي. وتعتبر مهمة إدارة الاجتماعات الدورية أمر غاية في الأهمية، هو اللي بده يدير هذه الاجتماعات. مالك المنتج هو مصدر متطلبات النظام، هو مصدر الوحيد للفريق بشأن المتطلبات وترتيبها وأولوياتها. بعد كل دورة بنقعد معاه بنقول له تفضل هاي المنتج ايش رأيك فيه؟ طبعا هو بيكون مطلع على كل شيء من الأول، بيعطينا الأوكي، بنتفق معاه على ايش في خصائص جديدة بدنا نضيفها على السبرنت اللي بعده. يكون ايضا مالك المنتج هو الذي يحمل الكلمة النهائية حول كفاءة المنتج، اذا هو اللي بيعطيني الكلمة النهائية في انه المنتج هذا هو مطابق لما تم تحديده مع الزبائن، وهو جزء من فريق التطوير في بعض المراحل، لازم يقعد معنا ويعطي الخدمات ويقيم الخدمات ويعطي رأيه، لكنه بيكون منعزل عن التطوير بشكل عام، لكن بيتدخل في بعض الشغلات، لكن ما له علاقة بعملية التطوير وكيف الفريق بيدير نفسه. فريق التطوير هو هذا أساس الشغل، هو مجموعة من الأشخاص متعددي الوظائف، ذاتي التنظيم، أي أنه ليس لأحد حتى خبير السكروم، حتى السكروم ماستر ملوش دعوة في كيف هم بيشتغلوا. هذا الفريق لازم يقعد مع بعض، هم مع بعض يقعدوا، ما في رئيس ومرؤوس بينهم، بدهم يقعدوا مع بعض يحددوا آلية العمل، يقسموا الشغل على بعض. يقوم فريق التطوير بتفصيل العمل إلى مهمات وتخصيص كل مهمة لعضو، يفضل أن يكون عددهم ما بين 5 إلى 9، أكثر من 9 بيصير في صعوبة في التواصل، أقل من 5 بيكون في ضعف في الإنتاجية. ما في ألقاب زي ما حكينا، ولا يعترف السكروم بفرق فرعية داخل، يعني ما بينفع نقول والله في عندي فريق التطوير، في عندي فريق الاختبار، فريق البرمجة، فريق التصميم، لا، كلنا مع بعض بنقعد وبنقسم الشغل على بعض. نيجي الآن لنقطة مهمة وهي نقطة البداية، قصص المستخدم. حكينا إحنا، نرجع لورا شوي، حكينا إنه المستخدم بيجي بيحكي بيقول أنا بدي 1 2 3. طيب إحنا عشان نفهم عليه وهو يفهم علينا بدنا حاجة نسميها قصص المستخدم، وهي وصف مبسط للمتطلبات في منتج ما من منظور المستخدم النهائي. مكونات قصص المستخدم مكونة من 3 C's بيسموها 3 C's: الكارد، الكونفرزيشن أو المحادثة، والكونفرميشن. الكارد هو قطعة صغيرة من الورق تكتب عليها قصص المستخدم والتقدير الزمني والأولوية وأشياء تانية، هنشوف هل لقيت الكارد هذا. الكونفرزيشن هي المناقشات اللي تحدث بين مالك المنتج وبقية فريق السكروم لفهم ومعرفة ما هي تفاصيل قصة المستخدم، يعني لازم يقعدوا ويعملوا محاورة ما بينهم وما بين بعض. والكونفرميشن اللي هي شروط قبول قصة المستخدم بالنسبة لمالك المنتج. تعال من ناحية عملية نشوف كيف تكتب قصص المستخدم. تم الاتفاق على انه قالب كتابة قصص المستخدم تكون بالشكل التالي: بكتب انا شخصية في القصة، مثلا انا قارئ الموقع مثلا او متصفح الموقع، اريد عمل شغلة معينة، مثلا اريد ان اقرأ الاخبار بشكل يومي حتى احصل على منفعة معينة، حتى أحصل على آخر الأخبار وتطورات في العالم، لو بنحكي عن موقع إخباري. في ظهر الورقة هذه، هاي القصة هيك بتكتب، إذا القصة تكتب هكذا. في ظهر الورقة هذه تكتب شروط القبول اللي هو الكونفرميشن، الشرط الأول، الشرط الثاني. كما هو واضح في عندي شخصية القصة، وفي عندي الفعل أو الهدف من القصة، وفي عندي المنفعة أو السبب. هذه مكونات قصص المستخدم. معايير قبول القصة وهي اللي هي الكونفيرميشن اللي هم هذول يعني شروط القبول، وهي تكتب في خلفية الكارت وتحتوي على شروط ومعايير قبول جزء المشروع الذي أنجز لتنفيذ قصة المستخدم، وتسمى وهذه المعايير تستخدم أيضا لتعريف الجزء التام من المشروع اللي هي الأجزاء اللي هي بنقول عنها done، يعني انتهت خلص، يعني إمتى بيكون هذه الشغلة تمت done بناء على تحقيقها لهذه الشروط. بنقول إنه هذه القصة done، انتهت، يعني تم تنفيذها إذا هذه الشروط تم تطبيقها. إذا تعال شوف الآن ما هي الطرق التي نحسن بها كتابة قصص المستخدم. في عندي مجموعة من المعايير، 6 معايير بسميها invest، وهي عبارة عن أول حرف من الكلمات هذه independent يعني مستقل، negotiable اللي هي قابلة للتفاوض، يعني القصة تكون مستقلة، تكون قابلة للتفاوض، القصة تكون ذات قيمة، أن تكون استيمابل يعني يمكن تقدير الزمن إلها، وأن تكون سمول قصة صغيرة، وأن تكون قابلة للاختبار. هاي شروط القصة الجيدة.
أو مواصفات القصة الجيدة. نماذج لقصص المستخدم، في عندي مثلا هاي النموذج الأول، أنا كزائر للموقع أستطيع أن أقرأ الأخبار في الصفحة الرئيسية، إذا هنا كزائر للموقع هو الشخصية، أستطيع أن أقرأ الأخبار في الصفحة الرئيسية هو الفعل، حتى أتابع الأخبار بشكل دائم هذه المنفعة. هاي مثال ثاني، أنا كزائر للموقع أستطيع أن أقرأ الأخبار القديمة الغير موجودة في الصفحة الرئيسية حتى أتابع الأخبار القديمة. أنا كمشترك في الموقع، في فرق بين زائر ومشترك، اختلفت الشخصية، أستطيع أن أشترك في نشرة الأخبار في الموقع حتى تصلين الأخبار على بريد الإلكتروني. إذن الفعل أن أشترك في نشرة الأخبار في الموقع، الفائدة تصلني الأخبار على البريد الإلكتروني بشكل دائم حتى ولو لم أزر الموقع. هذا جزئية الأخبار. جزئية الأسئلة المتكررة في الموقع اللي هي Frequent Asked Questions، أنا كزائر للموقع أستطيع أن أقرأ الأسئلة المتكررة حتى أصل إلى الإجابات بشكل مباشر. إذا الشخصية كزائر أقرأ الأسئلة المتكررة الفعل، الفائدة أصل إلى الإجابات بشكل سريع، وهكذا. نيجي الآن لموضوع مهم وهو موضوع فعاليات سكروم. ما هي أهم الاجتماعات التي تتم في منهجية سكروم؟ أول اجتماع بسميه اجتماع تخطيط الدورة أو السباق سبرنت، اجتماع سكروم اليومي، في اجتماعات نهاية الدورة اللي هو اجتماع المراجعة واجتماع التقييم. نيجي نشوف الاجتماع الأول، اجتماع تخطيط الدورة أو تخطيط السبرنت. هدف اللقاء بالطبع اني اخطط للسبرنت الجاي واحضر حاجه اسمها السبرنت باكلوج اللي حكينا عنها، اللي هي مجموعه الخصائص التي سيتم العمل عليها في السبرنت الجاي. يتم وضع الخطه عن طريق التعاون والتواصل بين اعضاء فريق سكرام بالكامل. قديش مدته اللقاء؟ هذا اللقاء بيتم في الشهر مره واحده، اللي هو بنقول انه بنعمله مثلا في يوم معين قبل ما تبدا الدوره الجايه، يكون مدته عادة بحد أقصى 8 ساعات، يوم كامل يعني يوم عمل كامل. لازم طبعا الفريق يكون محضر حاله، الزبون يكون عارف إيش الخصائص اللي بده يعرضها في هذه السبرنت أو بده إياها تتطور في هذه السبرنت، يقعدوا مع بعض يتفقوا عليها، يشيلوا من الخصائص، يحطوا من الخصائص، يعدلوا، يتفقوا المهم على شغلة معينة بدهم يعملوها خلال السبرنت الجاي، لأنه الاجتماع هذا بيحدد عملنا خلال الشهر الجاي. مخرجات اللقاء، توصل الفريق الى اختيار قائمه السبرنت باكلوج من عناصر قائمه المنتج من البرودكت باكلوج، ناخذ السبرنت باكلوج من اللي هي القائمه الاساسيه، وبنحدد هدف السبرنت، السبرنت جول بيطلع معانا بعد هذا اللقاء. كيف يتم هذا اللقاء؟ ينقسم الى شوطين، كل منهما محصور زمنيا في نصف المده. بنقسم الاجتماع لنصين، النص الاول يعني اول 4 ساعات يعني ماذا يمكن انجازه وتسليمه من المنتج الناتج من السبرنت القادم، يعني ما هي السبرنت باكلوج اللي هنشتغل عليها المره الجايه. النقطه الثانيه او السؤال الثاني، ما هي الكيفيه التي سيتم انجاز العمل به، كيف بدنا نشتغل على السبرنت باكلوج هالجيتها. يبقى في اول نقطه بنتفق على السبرنت باكلوج، على الخصائص اللي بنشتغل عليها، وفي النقطه الثانيه كيف سنعمل على هذه السبرنت باكلوج. نيجي للسؤال للنقطة الأولى، يعمل فريق التطوير مع مالك المنتج لمناقشة هدف السبرنت وخمود وبنود قائمة المنتج اللي هي البرودكت باكلوج اللي هي الأساسية. إذا مدخلات الاجتماع هي البرودكت باكلوج، هي قائمة المنتج كلها، كل الخصائص. مخرج الاجتماع اللي هو السبرنت باكلوج. النقطة الثانية، كيف سنطور هذه السبرنت باكلوج؟ يقوم مالك المنتج بتوضيح الأمور ومقايضة بعض البنود إذا كان العمل مطلوب إما أكثر أو أقل من اللازم. بنهاية الاجتماع يتعين على فريق التطوير أن يكون قادرا على توضيح كيف ينوي العمل كفريق ذاتي للتنظيم لإحراز هدف السبرنت. يعني في نهاية الاجتماع فريق التطوير اللي احنا قلنا هدول متنوع التخصصات بدهم يقعدوا مع بعض برضه ويقولوا انه احنا بناء على الاتفاق اللي صار الان في الاجتماع هذا وانه احنا اتفقنا على هذه الخصائص نشتغلها، يبقى الان بدنا نوزع العمل على بعض. ايش هو هدف السبرنت؟ يعني احنا حكينا هنا هدف السبرنت، كيف نحدد هدف السبرنت؟ هدف السبرنت هو الغايه الموضوعه للسبرنت اللي جاي والتي من الممكن تحقيقها من خلال تنفيذ البنود التي تضمنها قائمه السبرنت، هو مجموعه من قصص المستخدم. يعني هدف السبرنت بالعربي هي مجموعة الستوريز اللي احنا بدنا نشتغل عليها في السبرنت الجاي، او مجموعة الخصائص يعني اللي بدنا نشتغل عليها السبرنت الجاي. هو هذا مخرج الاجتماع تاعنا اللي هي الستوري الاولى الثانية الثالثة الرابعة وهكذا. نيجي للاجتماع الثاني وهو بسموه الستاند اب ميتينج او اجتماع سكرام اليومي. هذا الاجتماع اللي بيقوم فيه
فريق تطوير، فريق التطوير فقط بيقوم فيه بتبادل المعلومات التي يقومون بها، ويقوموا بوضع خطة لل24 ساعة الجاية. مدته فقط 15 دقيقة يوميا بتتم، وعلى الواقف زي ما انتم شايفين بالصورة، بيجوا بيقفوا هيك بقول اليوم كل واحد بيحكي بقول ايش عمل وايش راح يساوي المرة الجاية. إذا فعاليات اللقاء كل عضو يجيب عن الأسئلة التالية: ماذا فعلت أمس لمساعدة فريق التطوير لتلبية هدف السبرنت؟ ماذا سأفعل اليوم لمساعدة فريق التطوير لتلبية هدف السبرنت؟ هل أرى أي معوقات تمنعني أو الفريق من الوصول إلى الهدف؟ سكرام ماستر هدفه تذليل العقبات، فهو بده يحكي العقبات اللي واجهته عشان سكرام ماستر يقوم بدوره. مخرجات اللقاء قائمة بالمعوقات التي تعطل الفريق من إكمال هدفه والتي يقوم خبير سكرام بإزالتها. يبقى هي مخرج اللقاء. هدف اللقاء إنه نحدد إيش في مشاكل بتواجه الفريق. ملاحظات مهمة على الاجتماع: دائما هذه المشاكل لا تناقش في الاجتماع، لا تناقش وإنما تعرض فقط، بيحطها السكرام ماستر عنده على اساس انه هو اثناء عمله اثناء اليوم انه يحاول يذلل العقبات هذه، ترحل الى السكرام ماستر زي ما حكي. يستخدم فريق التطوير السكرام اليومي لاختبار مدى التقدم في العمل باتجاه تحقيق هدف السبرنت اللي حكينا عنه. يعزز خبير السكرام قاعده ان اعضاء فريق التطوير هم من يحضرون اجتماع السكرام اليومي ولا تزيد مدته عن 15 دقيقه، حتى هو ممكن ما يحضره كمان، او اساسا المفترض ما يحضر، المهم انه هو يستلم ايش المشاكل اللي بتواجهه. يحسن السكرام اليومي التواصل بين اعضاء الفريق ويلغي الحاجه لاي اجتماعات اخرى. يحدد المعوقات التي يجب ازالتها ويحسن من القدره على اتخاذ القرار بشكل سريع. واضح لانه احنا في عندنا معوقات هي مخرج هذا الاجتماع، هي اللي هتروح للسكرام ماستر عشان تتدلل. اخر اجتماعات بسميها اجتماعات نهايه الدوره او سبرنت ريتروسبكتيف. هذا الاجتماع بيتم عقده في نهاية الدورة يعني بعد شهر، مدته 3 ساعات تقريبا. كيف يتم هذا الاجتماع؟ يتم بإشراف السكرام ماستر، هنا السكرام ماستر هو اللي بيقوم بهذا الاجتماع. بعد مراجعة السبرنت وقبل انعقاد الاجتماع المقبل لتخطيط السبرنت التالية، تعقد فرقة سكرام اجتماعا لتقييم السبرنت. الغرض من هذا الاجتماع هو طبعا بيحضروا برضه الزبون، يعني بيحضروا البرودكت اونر والسكرام ماستر والتيم كله، كله يعني بيحضر، بسموه اللي هو سكرام تيم. الغرض من هذا الاجتماع هو فحص الكيفية التي مرت عليها السبرنت السابقة من حيث الأشخاص والعلاقات والمنهاج والأدوات. يحدد ويرتب البنود الرئيسية التي سارت على ما يرام، وينشئ خطة لتحقيق التحسينات على أداء الفريق. مخرجات اللقاء زي ما حكينا: تخطيط الأساليب التي من شأنها رفع الجودة وتحديد التحسينات التي سيعمل على تنفيذها في السبرنت القادم. طبعا هذا كله بيؤدي الى انه الفريق بيكون بيتكيف مع التطورات وبيكون بيؤدي دوره بشكل جيد. تعريف اكتمل او دن. حلقتنا احنا قلنا انه السبرنت جول او هدف السبرنت هو عباره عن مجموعه من القصص، هي القصه الاولى، القصه الثانيه، يعني مجموعه من المتطلبات. كيف بدي اتاكد انه المتطلبات هذه تمت؟ قلنا كل قصه بيكون وراها مكتوب اللي هو الكونفيرميشن conditions او شروط القبول. اذا كيف بنحدد انه مهمه معينه او ستوري معين؟ كيف بنحدد انه دن انتهت؟ يعني عندما يوصف بند من بنود قائمه المنتج بانه اكتمل او دن، فعلى الجميع ان يكون قادرا على فهم مقصود كلمه دن. يعني عشان نفهم كلمه دن، كلمه دن معناها انه خلص الان هذه المهمه انتهت، معناته انه تم تطبيق الشروط على هذه القصه وانه تم تحقيقها بالكامل، وايضا تم تحقيق متطلبات المستخدم في هذه القصه. لقدام الفريق راح يحسن من مفهومه لكلمه دن بانه يطور من مستوى الجوده لهذه القصص ولهذه المنتجات والمتطلبات. نرجع مره ثانيه نراجع المخطط هذا. اذا بتكون عندي البروجكت فيجن او الفكره، هيها تتقسم لمجموعه من النظريات. هذه مجموعه من النظريات او الافكار العامه تحول الى يوزر ستوريز زي ما شفنا، قصص المستخدم هي باللون الازرق. بعد هيك بتدخل في عمليه السبرنت، ناخذ جزء منها، هي سبرنت بلاننج ميتنج، ناخذ جزء منها يعني، بنعمل لها عمليه امبلمنتيشن، تطوير، مراجعه وتقييم. في اثناء عمليه الامبلمنتيشن، يعني هي في اثناء جزء الامبلمنتيشن، بيكون في عندي ديلي سكرام او اللقاء اليومي اللي بيقوم فيه فريق التطوير فقط. هيو فريق التطوير هو اللي بيقوم بعمليه الاجتماع اليومي، بيراجعوا ايش كميه الانجاز وبراجعوا ايش في مشاكل، هي العوائق يعني،
وبيبعتوها للسكرام ماستر، هو بيعالجها. الآن بعد ما تنتهي عملية التطوير، بعد ما تنتهي الآن عملية المراجعة، بتتم بعد هيك عملية التقييم اللي هو الاجتماع النهائي. هو ممكن يعتبر الاجتماع النهائي كجزء من السبرنت، اللي هو سبرنت ريتروسبكتيف ميتنج أو اجتماع المراجعة النهائي والموافقة على المخرجات. بعدك بيطلع عندي اللي هو جزء من المنتج، إلى أن يخرج المنتج النهائي. بنلف الدورة مرة ثانية وثالثة ورابعة، لما تنتهي كل اليوزر ستوريز هذه بيكون عندي المنتج النهائي. بعد ما تعرفنا على سكروم، آلية العمل في سكروم والوظائف اللي في سكروم والاجتماعات اللي بتتم فيه، خلينا الآن نأكد على مجموعة من المبادئ اللي هي بنسميها مبادئ سكروم، وهي ستة مبادئ. التحكم بالعمليات التجريبية، المقصود فيه أنه يكون في عندي قدرة على أنه أنا أظلني أطور من نفسي، أطور من المنتج. أنا بناء على ما فهمنا أنه هذا السكرام بستخدمه أنا في مشاريع الإبداعية، معناته في عندي إبداع، في عندي تجريب، فأنا لازم أتحكم برضو بهذه العمليات التجريبية، وفي عندي قدرة على إدارتها. الشغلة الثانية، المبدأ الثاني، التنظيم الذاتي للفريق. فريق سكروم بنظم نفسه بنفسه، هذا مبدأ من مبادئ سكروم. ممنوع يكون في فريق أو مدير للفريق، لازم يتعاون الفريق مع بعضهم البعض ويحددوا المهام مع بعضهم البعض. كولابريشن، التعاون، فريق سكروم يعمل بروح الفريق. الترتيب على أساس القيمة، بنرتب الأولويات والقصص اللي هي اليوزر ستوريز أو السبرنت باك لوج، بنرتبها بناء على أولويات، بناخذ الأولوية الأعلى فالأعلى، الأعلى فالأقل، وهكذا. الصندوق الزمني، تايم بوكسينج، المقصود فيه أنه كل الفعاليات محددة بإطار، كل الاجتماعات لها إطار زمني محدد. التطوير التكراري، المقصود فيه أنه أنا عندي في كل دورة بيتم تطوير المنتج بشكل تدريجي. قيم سكروم، وهذه لازم يلتزم فيها الفريق كله، الشجاعة، كاريج، أنه شجعوا بعض، يعني هي مش الشجاعة، التشجيع يعني ممكن نسميها كاريج. أوكي، فوكس، التركيز، كوميتمنت اللي هو الالتزام، أنه الكل ملتزم، وطبعا التركيز أنه الكل مركز في مهامه. ريسبكت، الكل بيحترم الاخر. واوبنليس ان هو الانفتاح، اذا حدا عنده اي مشاكل او عنده اي نقاط لازم يطرحها ويعرضها.